وفي نيويورك طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة. نعم، كذلك سمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة، وتوقع الدبلوماسيون أي يطرح في المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل، وينص المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفعي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر. وعلى الصعيد الإنساني عبر